لمتابعة آخر تطورات مشاهدينا في الأراضي المحتلة معنا من الضفة الغربية الكاتب الصحفي الباحث السياسي الفلسطيني محمد القيق، مرحبا بكم. إذن هناك تصعيد للاحتلال في جنين خصوصا والضفة عموما، ما الأهداف من وراء هذا التصعيد؟ نعم، الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم مارس التصعيد من باب العنصرية التي تسري في عروق اليهود في فلسطين. اليوم كان هناك إعلان لنتائج الثانوية العامة، كانت الأجواء مغمورة بالفرح، بفرح أبناء طلبة الثانوية العامة وأهاليهم. هذا الأمر لم يرق للاحتلال في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية. يعني قبل قليل ما زالت بعض المواجهات مستمرة في عدد من مناطق الضفة الغربية التي اقتحمتها قوات الاحتلال في وضح النهار، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المعدني صوب المواطنين بحجة أعمال مداهمة وتفتيش لبيوت أسرى محررين ومكاتب ومشاغل لأسرى محررين، بالإضافة إلى التمغيط على أهالي حي الشيخ جراح بالاقتحام والتنكيل بهم بالتزامن مع تأجيل محكمة الاحتلال البت في ملف منازل الشيخ جراح بحجة محاولة الضغط على الأهالي لمساومتهم في ملف المنازل. هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يصر وفي كل مرة، ولا يوجد حتى فعل فلسطيني كي يقال بأن الاحتلال قام برد فعل على مقاومة الفلسطينيين. مع ذلك اليوم واضح جدا أن العنصرية التي تسري في عروق اليهود طبقت اليوم على أرض الواقع. أصابوا واعتقلوا ونكلوا وداهموا واقتحموا. هذا اليوم كان مفترض أن يكون يوما للفرح للفلسطينيين بإعلان نتائج الثانوية العامة، إلا أن الاحتلال أراد أن ينغص فقام بهذه الإجراءات والممارسة. هل لا تزال الأوضاع الآن يعني غير مستقرة؟ إلى أي مدى ستسهم هذه الانتهاكات من انفجار الوضع في الأراضي المحتلة عموما؟ نستطيع القول أن هناك ما يقارب 50 بؤرة وموقع وقرية هي لا زالت موقع اشتباك منذ شهور. على سبيل المثال بيت أمر وفي جنوب الضفة المحتلة في شمال الخليل، وكذلك بيتا في جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة، كأمثلة بسيطة على المواصلة في المقاومة، وكذلك في مناطق الشيخ جراح وسلوان في القدس المحتلة والعزرية وسلواد في رام الله، ومحاولات ومسيرات استعادة الجثمين، وهناك 18 أسيرا مضربا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري في السجون. كل هذه الأحداث تأتي في إطار تراكم الغضب الفلسطيني جراء ثلاثة نقاط. النقطة الأولى البطش الإسرائيلي والعربدة تزداد يوما بعد يوم مع غطاء دولي وفيتو أمريكي. اثنين، هناك حالة من الفشل السياسي الذي نتج عن برودة رد الفعل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحتى مجلس الأمن على الانتهاكات الإسرائيلية وما حدث مؤخرا في فلسطين. ثالثا، حالة العربدة لتحقيق أهداف استيطانية. نحن نرى تصاعد في بناء البؤر الاستيطانية، وكأن نفتالي بنت يريد أن يصل إلى، وهو رئيس وزراء كان صهيوني، يريد أن يصل إلى معادلة أنه ينفذ حلم إسرائيل بالسيطرة الكاملة على الضفة الغربية. في هذا السياق يعني في حي الشيخ جراح الاحتلال أقدم على إجلاء سكان الحي من المتضامنين واعتقل بعضا منهم، لماذا يصر الاحتلال على تهجير أهل الحي على الرغم من أنه تسبب بنشوب الحرب قبل نحو شهرين؟ نعم، هذا سؤال أشكرك عليه، نقطة مهمة. هذا وجب أن يسأل إلى الوسطاء الذين قاموا بالتدخل، تحديدا مصر وقطر وتركيا وروسيا وألمانيا في الفترة الأخيرة في وقف الحرب ووقف قصف تل أبيب. وبالتالي هؤلاء الوسطاء يجب أن يجيبوا على السؤال، لماذا يصر الاحتلال على انتهاك كل ما يتم الاتفاق عليه أو حتى إخماد النيران للحرب؟ صحيح أنهم في العقيدة الإسلامية هم يشعلون الحرب، وصحيح أن المسلمون يخمدونها دائما، ولكن الممارسات على أرض الواقع تؤشر إلى مزيد من الانفجار، مزيد من الضغط، مزيد من حالة التجاهل للمجتمع الدولي وكذلك للحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في القوانين الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ومجلس الأمم المتحدة. محمد القيق الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.